طبعا شفنا اليوم احنا افتتاح رائع بمجهودات من اللجنة المنظمة العليا برئاسة أخي شيخ خالد بن أحمد القاسمي، اللي استطاع أنه يجند شباب هذه الأمارة المبتسمة دائما، أمارة الشارقة، بإظهار هذه الدورة بشكل جميل جدا. طبعا الشكر متواصل لكل من ساهم في هذا الحدث. أيضا أحب أنه تسلطوا كإعلاميين الأضواء على هذه الدورة والإنجازات. أنا أعلم بأنه دائما ما الأضواء تكون مبهرة في كرة القدم فقط، لكن الرياضة هي رياضة نفس ورياضة للشخص نفسه يقوم بها. بالنسبة للبنات والسيدات مهمة جدا في المنطقة العربية تشجيع الشابات، ما في فرق بين الشباب والشابات، بين الذكر والأنثى بالنسبة للرياضة. طبعا يسعدنا اليوم أن نعيش هذا العرس الرياضي الكبير. الآن احنا نعيش النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأندية العربية للسيدات. النسخة الأولى كانت في 2012، لكن لما نشوف التطور اللي حصل، النسخة الخامسة كانت بخمس ألعاب، والآن النسخة في عام 2012 النسخة الأولى كانت بخمس ألعاب، الآن بتسع ألعاب. عدد الأندية المشاركة زادت، عدد الدول زادوا. طبعا الزيادة دي ما جاءت من فراغ، الزيادة جاءت أولا لعمل مكثف ولمستوى دورة تم الإعداد له، إعداد بدرجة كبيرة. ثانيا الدورة اكتسبت مصداقيتها من خلال التزامها باللوائح والأنظمة المرتبطة باللوائح والأنظمة الدولية، فأكيد أي مشاركة لابد أن تقيم هذه الدورة مرجعيتها ما هي، هذه الدورة ثباتها واستمرار. ولله الحمد نجحت الدورة في هذه المعايير كلها. اليوم نشهد مشاركة 17 دولة و69 نادي، مما يدل على ثقة هذه الدول بتنظيمنا الكبير للدورة العربية في نسختها الرابعة. إضافة لعبة الكاراتي أيضا بعد اعتمادها كلعبة أولمبية تعتبر أيضا من الألعاب الأولمبية، وهذا يدل على بإذن الله يكون هناك دعم وإعطاء فرصة للاعبات الكاراتي بالتنافس وأخذ الخبرة، وإن شاء الله وصولهم للمنصات في الأحداث والأولمبيات إن شاء الله. أنا شايفة أن دي خطوة إيجابية وخطوة كويسة جدا للرياضة أو رياضة المرأة في العالم العربي كله، وده بيساعدهم أن هم يقدروا أن هم يتنافسوا يكتسبوا خبرات أكتر في البطولات دي ومع في المنافسات دي، ويخليهم أن هم يقدروا يتنافسوا على مستوى عالمي بعد كده.